واجل في الملاعب الوطنية والعربية والقارية قضى أجمل لحظات عمره حين كان يشرف على تدريب فريق الرجاء البيضاوي. فاز معه بكل شيء وصنع جيلا من اللاعبين مارسوا في أعتى الدوريات العالمية. أوسكار فيلوني قصة رجل يتألم في صمت تذكر له جميع بما فيهم أصدقاء الأمس أحمد هبان وتراد البوستي. التقيا أوسكار وعاد لنا بهذا البورتري. دوري أبطال إفريقيا، كأس الكؤوس الإفريقية، كأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال العرب، ألقاب وإنجازات تتحدث عن مسيرة مدرب عالمي يدعى أوسكار فيلوني. رجل بلغ من الكبار عتية، لكن إنجازاته وألقابه جعلت اسمه يظل موشوما في ذاكرة الملايين من عشاق الجلد المدور عبر أرجاء المعمورة. من بلاد التانغو كانت بداية رحلته وإلى بلاد المغرب، ساقته الأقدار في لحظة من لحظات أريحية الزمن النادرة، لينسج بعدها علاقة حب بينه وبين بلاد الاستقرار، جعله يقود نادي الرجاء لولوج بوابة العالمية بمشاركته في أول نسخة من كأس العالم للأندية سنة 2000 بالبرازيل، بعدما خطف كأس أبطال إفريقيا في آخر رمق من قلب تونس أمام الترجي الرياضي التونسي رغم الإغراءات المادية المقدمة من طرف هذا الأخير. وهنا العودة على أوسكار، وكذلك هو الشأن عندما منح للوداد لقب كأس الكؤوس الإفريقية سنة 2002. آخر كأس إفريقيا فاز بها فريق الرجاء كانت بصحبتي، وكذلك هو الشأن بالنسبة لفريق الوداد. منذ ذلك الحين لم يستطع أي منهما الظفر بأي كأس إفريقيا. مع الرجاء فزت بجميع الألقاب، البطولة المغربية ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر وكأس الأفرو أسيوية وكذلك كأس العرس والكأس العربي. اشتعل الرأس شيبا، فوجد نفسه وحيدا بعيدا عن الأضواء والشهرة التي عاشها طيلة سنوات. اللهم أسرة صغيرة مكونة من زوجة وابن يشدون من أزره في أحلك الأوقات. فقد تنكر له الجميع، اللاعبون والمسيرون والأصدقاء والمقربون والمدرجات وحتى البساط الأخضر الذي رسم فوق أجمل اللحظات وخط أحلى الذكريات، سواء مع الفريق الرجاء العالمي أو وداد الأمة البيضاوية. يوسف السفري هو لاعب خلوق، أكن له الشيء الكثير، هو شخص يحب كثيرا بلاده المغرب، وقد ساعدني كثيرا في عدة مناسبات عندما أخضر بوضعي وهو لاعب من الدرجة الأولى. رغم هذا الإجحاف الذي طال الرجل إلا أن قلبه لا زال ينبض حبا لفريقي الرجاء والوداد، ويكن حبا كبيرا وخاصة لجمهور الفريقين. جمهور الرجاء يحبني كثيرا، وأنا بدوري أعشقه حتى النخاع، كذلك هو الشأن بالنسبة لجمهور الوداد، فقد قضيت رفقتهما بعد الوقت وهو من أجمل فترات حياتي، رغم أن بعض الناس لديهم ذاكرة قصيرة، وأنا الذي فزت بآخر الألقاب القارية مع الفريقين. بعدما توارى عن الأنظار وبعد أن كان آخر عهده بالتدريب رفقة النادي القنيطري سنة 2010، وبعد أن دخل عالم العطالة قسرا لمدة طويلة، تلقفت أيدي مسؤولي فريق جوهرة جليميم أحد الفرق الممارسة بالقسم الوطني الثاني وشطر الصحراء ليكون ربانا لسفينة الفريق خلال بطولة هذا الموسم. جميع المغاربة يتساءلون أين هو أوسكار فيلوني، وأنا
أخبرهم بأنني أتواجد ببوابة الصحراء جلينين إلى جانب زوجتي التي أجرت عملية بالمستشفى العسكري هنا بسبب المرض الذي تعاني منه. كما كانت فرصة أيضا لي للإشراف على أحد الفرق بالمدينة وكذا الإشراف على فئته الصغرى بالفريق، وهنا أجواء رائعة للعمل في الصحراء. هكذا إذا نضحت حالة الداني أوسكار فيلوني، حالة لا تسر القاسية قبل الداني، وهو الذي بلغ عقده الثامن. وأما مقلة ذات اليد رجاء الوحيد أن يعاد له الاعتبار وأن ينعم ببقية حياة تليق بقيمة رجل أوصل الكرة الوطنية في يوم من الأيام إلى العلياء ورسم الفرحة على وجوه ملايين المغاربة في عدة مناسبات. فسينصف الزمان أوسكار فيلوني في حياته قبل مماته، فهو الذي كان طيلة اللقاء يتحسر على ذلك الزمن الجميل، أو بالأحرى يبكي على الأطلال، وكان لسان حالي يقول فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أعود إليك سيد أبو عزاز.